طيب نكمل الجزئية الأخيرة من بيشوب جي 5، الرد عليها بسي 5، وشفنا الإي 3 والنايت اف 3، وشفنا كذا تفريع منها بعد دي 5 بي 5. الآن راح نشوف آخر جزئية من بيشوب جي 5 وننطلق للتحيات الأخرى، الإي 4، الإي 3، الفور بونز أتاك، السيمش وغيرها من الفيانشيتا والدبل فيانشيتا. الآن دي 5 على طول وتفريع H6 بيشوب H4. إذا تذكرون الأجزاء الأولى خيرنا بين البيشوب H4 والبيشوب F4، نبي ندرس قبل ما ننطلق مع تفريعنا اللي هو بيشوب H4، نبي نشوف وش يصير مع بيشوب F4. D6 على طول، لاعب الأبيض ودي يلعب E4 مرة واحدة، وكوين B6، هذا التفريع المتعارف عليه والملعوب. طبعا هنا في مفترق طرق مرة مهم ويستحق الذكر طبعا بالنسبة للمؤلف، وهو بدل الكوين بي 6 نبي نلعب نايت تو اتش 5 ونقلب الوضع قريب من النمزو، النمزو انديان. شايفين الفيل مفتوح مسار على الجي 7، الحصان على السي 3 وراه البي 2، الملك باقي لسه احتمالية كش. بيشوب يتراجع للاي 3، بيشوب تيكس سي 3، بي تيكس سي 3، كوين اي 5 تضغط، كوين بي 3 تدافع وتقول للفيل على السي 8 تتحرك تروح فيها. نايت دي 7، بيشوب تو اي 2 يهاجم الحصان، الحصان يتراجع للاف 6، اف 3، اي 5، دي تيكس E takes، روك D1، كوين C7، والنايت to H3، واللاعب الأسود خسران لو حاول إنه يلعب شيء شبيه بالنمزو إنديان بعد بيشوب to F4، H6، بيشوب to F4، D6، E4، نايت to H5. بدلا عنها بنستمر مع فكرة كوين بي 6، خلوا البيشوب على الاف 4، ما نبي نحرك جي 5 الان، نبي نطلع بالوزير هجوم على البي 2. ولاحقا الفيل شايف الحصان وشايف القلعة وشايف كش، نستمر مع على طول كوين دي 2 تحمي الحصان مستقبلا وتحمي البي 2، تفكر تحرك الرخ على السي 1 او البي 1 حسب الاحتياج. لو بدل الكوين سي 2 اللاعب الابيض سوى ذكي ولعب كوين سي 2 على طول نايت تو اي 6، ممكن يحرك الوزير من جديد. طيب كوين بي 6، كوين نلعبها للدي 2، جي 5 الان، بيشوب يتراجع للجي 3، نايت تو اتش 5 يهاجم الفيل، وهنا بيشوب تو اي 2 وما ناخذ البيشوب اللي على جي 3، نبي شيء احسن، ونايت تو اف 4 تموضع اسطوري ما يتحرك الا بالاخذ، بيشوب على طول ياخذ النايت. ليش؟ لانه انفتح المسار للفيل من اللي راح ياخذ، اذا الحصان اخذ هل راح ياخذ بال بال بالحصان، ممكن يضطر يطور حصان على الاف 3. لو اخذنا بال بال بالفيل الملك مضطر انه يخسر تبيته، اذا الوزير اخذ عندنا البيشوب على السي 3 بكش، وهنا اشكالية. عموما الافكار تتفرع، بيشوب على طول ياخذ الاف 4، جي تيكس اف 4، ولاحظوا الوزير ما يقدر ياخذ
لأنه كوين تيكس بي 2 تهاجم القلعة والحصان. الفيل جاي بكش، حالة الأبيض حالة، لذلك البون هذا الجندي هذا مسموم. بعدها مثلا عندنا نايت اف 3، نايت دي 7، كاسلز، ونايت 2 اي 5. اللاعب الأسود لعبه مثالي، أموره طيبة، قدر يحقق توازن في وسط الجيم، يهاجم الاف 3 والبون هذا لا زال في مشكلة بسبب البون على البي قلعة وحصان. طيب الآن هذا التفريع اللي بعد الH6 قلنا لو راح الفيل للF4، لكن الفيل أفضل خطوة له إنه يروح على الH4، وهنا كوين A5. طيب قبل الF4 ولا الH4 خلونا نشوف فكرة بيشوب D2، وش راح يصير الجيم عليه لو تراجع؟ طبعا صعب يتراجع على الاي 3، يقفل على الجندي، يقفل على الفيل، يسوي زحمة ويتأخر، وغلطة كبيرة في الافتتاح انه يرجع على الاي 3 الان وجندي الاي ما تحرك، لكن يرجع يقدر يرجع للدي 2 على سبيل المثال. طبعا السي 1 سيئة لانه باعتبار انه ما حرك القطعة ومتأخر، خسر تيمبو. هنا بنقول نقفل بالدي 6، نمنع الابيض ان يلعب الدي 6، كوين تجي على سي 1 باسيف، اي 6 الان نفتح الجيم، دي تيكس، بيشوب تيكس، اي 4 على طول، مع انها تعتبر غلطه في وجهه نظر المحركات، المفروض اي 3 لكن اي 4 تعتبر بلندر، شبه بلندر، نايت سي 6. طبعا هذا جيم ان لعب، قيم تاريخية لعبت، فبس للتوضيع على التفرعات اللي ممكن تصير من خطوات الافتتاح. F3 بدل النايت F3، وهذه غلطة، المحركات المعاصرة تشوف ان E3 وبعدين نايت F3، لكن اللاعب الابيض دائما نفسيا يكون طموح، بيلعب ال E4 وبيلعب ال E3 سيمش لانها تيبيكال، ويطلع الفيل على D3 ويلعب نايت G2 ولا نايت H3، مع ان في حالة وجود الفيل الان صعبة، فبيلعب نايت G2، نايت D4، بيشوب D3، نايت D7، F4، كوين H4 تشيك. طبعا F4 ما هي افضل خطوة، لكن كوين H4، G3 هاجم، المفروض الوزير يرجع ال H5 او ال F6، لكن رجعت ال E7 مش حلوة. اللاعب الابيض المفروض لعب نايت جي اي 2، هنا لعب في جيم حقيقي نايت سي اي 2 روكسي 8، وهنا كينج تو اف 2 واف 5، اللاعب الاسود فايز. بس هذا بعد الايت 6 قلنا في حاله بيشوب دي 2، هذا جيم نلعب اوريدي هي باسيف، مغطي على الوزير، الوزير يبغى يقدم الجندي، ولما ناخذ ياخذ، رجعت للسي 1 والدي 2 معقده وتعقد الجيم، وذكرنا واحد من الامثله. طيب نرجع للتفريع الرئيسي H4، كوين A5، كوين D2، D6 يقفل، E4 الان من اللاعب الابيض. خلونا نشوف E3 اللي كانت خطوة صحيحة في تفريع بيشوب D2، الان لو لعب E3 نبي نرجع لنظام البنكو من جديد، A6، نايت تو F3، يبيت اللاعب الاسود، H3 مكان للفيل اذا بيتراجع على H2 او يلعب ال G4 على طول بحماية من النايت والفيل على C8، G5 من اللاعب الاسود، بيشوب G3، نايت BD7، بيشوب D3، B5 بينكو، اللاعب الابيض يبيت. الان خليناه بالاخذ يحرك الفيل مرتين، بيشوب تيكس C4، نايت تو B6، بيشوب
2 e2 نايت 2 a4 واللاعب الاسود اموره كلها محلوله من الافتتاح، والان يدخل على وسط جيم رائع. النايت ممكن يتحرك على الاي 4، الوزير عليه ضغط، البي 2 عليه ضغط، ففي حاله تكافؤ. متى بعد بيشوب تو اتش 4 كوين اي 5 كوين دي 2 اي 6 اي 4 شفنا الاي 3، الان نبي نشوف الاي 4. في تفريع الاي 4 على طول نكمل مع الفكره المكرره، جي 5 بيشوب جي 3 نايت تو اتش 5 بيشوب تو اي 2 يهاجم النايت. النايت تتكرر فكره نايت تو اف 4، لكن في حاله إنه ما لعب بيشوب تو اي 2 لعب بيشوب تو دي 3، وهذه ملعوبه عند اللاعبين بالابيض. نقول طيب مو مشكلة، ما انا مستعجلين ان ناخذ الفيل، الفيل مو برايح اي مكان، خلنا نطور. نبي نطور، نطلع بالحصان على الاي 5، لاعب الابيض يلعب نايت جي اي 2، طبعا لو لعب نايت اف 3 ممكن يجيه الجي 4، وهنا نايت تو اي 5 يقفل مربع الاي 5 ويحمي الملك ويهاجم مربعات خطيره في السنتر. حصان قوي جدا، لاعب الابيض يدعم البي 2 الان، ونايت تيكس جي 3 الان يتخلص من الفيل، وهذا دليل على ان فيل المربعات الداكنه المربعات السوداء عند الابيض فيل خطير لابد من التخلص منه. h takes g3 g4 عشان تقفل موضوع الاف 4 وتزحزح النايت. اذا اخذ ناخذ امبسانت الجندي المتجاوز ناخذ على الاف 3 وبعدين نبطئ ونضعف اصلا كتله الهجوم من جناح الملك. a3 من اللاعب الابيض، طبعا الفكرة واضحة، b4 takes takes يهاجم الوزير، bishop to d7 knight to f4 knight takes d3 على طول. الأسود يبيت جناح الوزير، وهذه لأول مرة نشوفها في الكينجز انديان. نايت 2 اي 2 يبغى يكسر وزر الان، وزير ياخذ وزير، الملك ياخذ الوزير، وهنا الجيم متعادل واغلب الاشكال هذه تنتهي بالتعادل، فتفريع لا بأس فيه بالنسبة للاعب الاسود وراح يلعب وسط الجيم مرتاح. الان خلونا نشوف بيشوب 2 اي 2 عشان ما اتوهكم. قلنا h6 بيشوب h4 كوين a5 كوين d2 d6 يقفل e4 وهنا g5 بيشوب g3 نايت تو h5 بيشوب تو e2 على طول. بما انه جاب بيشوب تو e2 ما ناخذ الفيل على g3، عندنا شيء افضل زي ما ذكرنا مسبقا نايت تو f4. طبعا لو الان ناخذ نايت تو جي 3 h takes g3 نايت تو d7 f4 وهذا اللي ما كنا نبغاه، جي تيكس جي تيكس a6 نايت تو f3 b5 c takes a takes bishop takes rook b8 bishop takes d7 bishop takes d7. الأبيض يبيت، الأبيض في موضع أفضل من اللاعب الأسود، فما نبي بعد البيشوب تو اي 2 إن ناخذ على الجي 3، نبي نلعب نايت تو اف 4.
وهنا على طول لاعب الابيض مجبرا تقريبا ياخذ الحصان، حصان ثقيل وخطير ما حد بيزحزح الا الاخذ. جي تيكس اف 4 نايت تو اف 3 زي ما شفنا، لسه جندي البي 2 الوزير ما يقدر ياخذ الان. ف نايت تو اف 3 وكذلك الحصان والملك لو اخذ الوزير كيش بي تيكس كيش قلعه موجوده. بيشوب تيكس جي 4 على طول ينهي موضوع السيطره على الاي 5 اللي يشوف منها الفيل اللي ممكن يتقدم له الجندي اللي راح يسيطر على المربعات هذه في حال انه تواجد فيه. يقول انا الغي وجودك في اسرع وقت يا حصان اف 3. الابيض من يبيت على طول ياخذ بيشوب تيكس اف 3 بيشوب تيكس اف 3 بيشوب اي 5. واللاعب الاسود هنا تخلص من كل قطعه السيئه وعنده حصان يقدر يطلع على الاي 6 يقدر يطلع على البي 7 ويقدر يساهم في الكنترول على الميدل جيم. واللاعب الاسود متوازن وعنده افضليه نسبيه. وبكذا انا انهيت كل شيء يتعلق في افتتاح الملك الهندي بيشوب تو جي 5. راح نبدا بخطوه رقم 4 جديده في الحلقه القادمه باذن الله.